هقول لك معلومة. قول. إذا صح قول صح، إذا غلط قول غلط. جميل جدا. عدد النجوم اللي في الفضاء أكثر من عدد حبات الرمل في كوكب الأرض. غلط وأنت الصادق. غلط. والله عدد النجوم اللي في السماء اكثر من عدد حبات الرمل في الارض. طب عبد الله بس بقول لك شيء، ايش استفدت من كل هذا يا عبد الله؟ الحين اسمع اسمع، الحين انت ارتفعت قدامي، انه ايش استفدت من هذا الاكشن يعني؟ انه انت لسه ما عندك القدره، يعني ما وصلت من لدرجتي. ايوه ما شاء الله عشان عندك حزام الاسود هنا. الزبده عبد الله خليه يخش في الزبده. اليوم حنسوي اسك اسال سعودي ريبورترز، رقم اللي عارف يكتب في الكومنتس عشان احنا ناسين. انت تعرف اني حنصور حلقه، يعني انت ليه ما تستعد نفسك وتشتري قلم جديد؟ في خدعه. سألناكم في تويتر، انستغرام، سألناكم في الفيسبوك، انه تسألونا وتتحدونا وقولونا ايش تبونا ممثل في اسعد ريبورتر انا. ما شاء الله ردود افعالكم والله العظيم. ثانك يو فيري ماتش. وخلينا نخش في الزبده. نخش في الزبده خلاص من جد الحين. الحين ما حيكون في كات في ال تعرف يعني اللي منتج جديد يعني ما يعرف الاشياء. انت اللي بتمنتج، ما عندنا منتج. لازم تضخم نفسك يا ابني. لا؟ ايه وانت اللي حتنظف الجدار يا كابتن. عبد الله بقول لك شيء. زيدان انت جاهز؟ لا تواخذني ما بقصد شيء، بس انا دائما جاهز. والسؤال الاول يجي من اكس ام اس اي يقول والله احبكم. يا عيني الله الحركات هذه، الكلام الحلو هذه. عبد الله والله انه هذا نيته صافيه. طيب. اسمع في هذه الحياه عبد الله انه صار صعب الواحد يقول للثاني كلام حلو. صح فاهمني؟ صح عشان اثبت انه هذه النظريه صح، يا دوب ابو الشباب قال لنا يعني كلمتين، قال والله احبكم. طيب والله كنت احسب ان هذا حتكسر العالم هذه. ايش قلت اصلا؟ ها؟ قال احبكم، ما حد يقول له احبك طيب؟ قول له احبك بس. احبك بالله. احبك بالله يا اخي. سؤال يجي من مريم. هلا والله. كم اعماركم؟ هذا اكثر سؤال سئل في سعودي ريبورتر. واحنا ما نحب نقول هذا السؤال بس عبد الله هذه المره حنقوله. 5 ضرب 4 زائد 3 ناقص 20 قسمة 35 في مليون 1 ناقص 5.5%. احسبوها وهذه عمرنا. مين اكثر واحد عنده مصاري؟ والله يعني ليش تختار؟ يا حبهم في الفلوس يا اخي، يا حبهم في الفلوس. طب عبد الله سؤال جاهزين؟ هذه محفظة عبد العزيز. 3 2 1. ها؟ اي الله عليك يا ريال. يو كانت سي مي مان. عبد العزيز دائما الاسئله ما تجاوبها بجد، يعني خلاص كوميديا كوميديا. ضحكنا. طيب يا جدي انت يا سيريس. ايوه انا جدك. يلا خليني اشوف. 3 2 1. مصاري. سؤال يجي من عبيد. واسوي عبيد يقول انتو توأم لاني ما فهمت يعني. روق المانجا يا عبد الله، اصبر عبيد مو فاهم، خلينا فاهمه. يلا فاهم. في شيء اسمه رجال يا عبيد وفي حرمه. ايش بتسوي؟ طب اصبر عبد الله، اصبر. في توأم مختلف وفي توأم متشابه. فاللي عبد العزيز ايش بك خلاص ولج. هاي يوتيوب كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. هو اللي مو فاهم عبد العزيز. نورة تقول مثلوا كأنكم في فيلم رعب. رير. لا الله يخليك. اصبر. من جدك؟ ايش البطء هذا؟ ويا عمي مين يتعقل من صندل؟ قوم قوم بسم الله امسكني هذه. يلا ابغاك ابو ابداع. طيب اعطيك فرصة ثانية وعد لك خمسة. والله انك طيب. واحد اثنين خمسة. جهز نفسك. انا لا تستعبل. مفاتي. هلا والله. اول هاتف اشتريته انا كان عندي جوال لا مثيل له، كان عندي الدمعه. والله كان هذا بس. عبد العزيز قول الصراحه، قبل الدمعه كنا انا وعبد العزيز نتشارك الجوال. كان الشيطان ايش يسموه؟ كوالا ولا شيطان؟ تعرف الجوال اللي جوال كيم كارداشيان. عبد الله كيف نتشارك يعني؟ مكالمه ولا ايش؟ يعني انا كنت اضغط الاخضر وعبد الله كان يضغط الاحمر. انت كنت ما تضغط ارقام وتستنى حلوه يا جميل. لا اغنيه بارن نجيب الايفون يمديني اسوي لك اياه. يلا معي جوال. يلا استعدوا. معلم معلم
واحلى سؤال من سامي. هل البندوره يساعد على تخفيف الوزن؟ الله عليك، سؤال عجيب خفيف ظريف. اسمع بيني وبينك ترى عبد الله، انا سمعت هذا الكلام من قبل بس ما اعرف اذا يشتغل ولا لا. اسمع يا سمسم، سعودي ريبورترز يحط النقطه بعد الجمله. يعني هنقول لك اذا الشغله صح ولا غلط. هاي البندوره. عبد الله انا مره متحمس، وخلينا نشوف اذا هذه هل هي صحيحه ام لا. عبد الله هل انت جاهز؟ عيب عليك يا عبد العزيز. ما بقصد شيء بس انا دائما جاهز. 2 1. كثير ذاكر بندوره والله، كثير طيبه كانهم يعني ماخذينها من الشجر. ها بس انا من طلعت انا ويلي 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 الله يعيني العند وعيله عايش على الشمعه مهما. سامي جراك اشتغلت عبد الله. This is مقوله في سناب شات، انا حقولها لاهلي. جو ام بي ام يقول كم عدد الفتحات اللي في سبونج بوب؟ يعني انا ما اعرف ايش ده النوع السؤال اللي بتجيبوه، يعني حتى لو نفترض انه في عدد، مين اللي حيروح؟ 40. طبت لك كم؟ اسف شوقي يقول اتحداكم تاكلوا بصله كامله. بصل 2 1. يلا بصله عاديه، انت اعتبرها عبد الله زي التفاحه. اوكي ايش بك بتدمع؟ ابوه ليش ليش؟ هلا تقول ايش رايكم في الكي بوب؟ اردت عبد الله يقول ايش نصيحتكم للناس اللي عندهم مواهب بس ما بيطوروها؟ طوروها. وسؤال يجي من هانجر ستيشن يقول اطلعوا برا الاكل توصل. طب اصبر اصبر دقيقه ارجع لكم معليش دقي طلب. شكرا هانجر ستيشن. سؤال من دانا تقول انتوا ليش كيوتين؟ عبد الله تعرف تغمس ولا لسه؟ يعني خلاص يعني كل شيء ما لقيت الغمزه هذه يعني عيب. وصلنا لمرحله يعني ما يصير نحطم بعض. عبد الله يا عمي انت يمديك تسويه. عبد الله يا عمي انت يمديك تحرك انك وما يمديك تغمس. صح انت رجل المواهب. انا رجل المواهب. حطمهم. لا لسه ما غمس. انا عارف تحمست والله. هذه العين. يلا الليله بالليل نمشي شارع النيل لو انت الريبورترز احسن ناس ما في شيء في الدنيا ما عبد الله شو ايش بعيونك؟ ايش؟ ريماس تقول اتحداكم تغنوا هافانا ونانا بالعربي. يا ولد كيف نغني بالعربي؟ يعني نغني بس ما نقدر نحول. عبد الله عبد الله خليك واثق من نفسك حبيبتي. هي ريماس ايوه انت تعرف قاعد تتكلمي مع مين؟ انت قاعد تتكلمي مع الناس اللي حولوا اغنيه تراكنج بول لحنا الدرباويين. حنا الدرباويين. عبد العزيز مو الدكتور قال لنا انه ما نتكلم عن هذا الشيء مره ثانيه. يعني عبد الله ايش هذا ما يطلع يعني خلاص هذا ماضي اسود ما لازم ما نتكلم عنه. متنانا ونانا لغليغي وصل رجولي لا 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 اديله لا 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 اديله لا 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 احنا الدربوين احسن. هاي تقول ليتس جو. Did you ever pee in the pool؟ هل عمرك سويتها في المسبح؟ واو Come see me tonight In a circle flirting I would dance for hours She knew that she had me But I didn't read ترى السباحة حلوة صح عبد الله؟ بحاول أجيب النظارة. أنت إيش بتسوي؟ عبد العزيز عبد الله عبد العزيز خليه خش لورا خذ خذ حبيبي والله انت اللي حتقرا السؤال. لا انت اللي حتقرا حبيبي حلفت. يلا طيب طيب سووا لصق لنشوف اخر شيء نسختوه. احنا نخاف من شيء؟ ايوه. لا لا لا, لا. زي ما تشوف يا اخوان والان دور عبد الله. خلينا نشوف هل حيبدا الفضايح ولا ون. مين؟ حلو ننتقل للسؤال اللي بعده. هم قالوا عبد الله. هم قالوا عبد الله مو عبد الله. لا 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 صدقني صدقني اسمع عبد الله صدقني اعرف اني خوف انه ما تعرف ايش هو البيت. عبد الله صدقني انه ما تبغى تعرف ايش. صدقني انا نفس الشيء. تبغى تعرف تبغى تعرف تبغى تعرف. يلا 3 2. والله يا قاعد تضحك ضحك. ايش؟ سؤال من جي ام سي عبد العزيز من مين ماخذ الجمال؟ الله يسعدكم يا اخي اسمعوا ترى يعني من شاورما. صح
صالح يقول ابو سلوح كيف تعرفتوا على بعض؟ خلاص بس قول لهم كيف توأم. مستعدين يسمعوا؟ اقول لكم كيف يجي التوأم. التوأم يجي انه تعطينا احلى سبسكرايب واحلى لايك عشان تكونوا من ريبورتر. لا مو كذا، انه اللي هو كذا. وان شاء الله عجبتكم الحلقة اعطونا احلى سبسكرايب احلى لايك يا احلى ناس، الله يسعدكم. ريبورتز قبل ما نقول لكم باي بس حبينا نقول لكم انه ان شاء الله قريب حنسوي ايش اللي في الظرف، فاللي حابب يكون في الحلقه عبد الله ايش لازم يسوي؟ يرسل شيء ما يكلف شيء، كل ما كان اغرب كل ما حيكون في الحلقه اكثر، فارسلوه على هذا العنوان وان شاء الله تطلعوا في الحلقه. كونوا كما انتم رائعين. تفضل. لا الحين حلقه خلاص انا تعبت. اسمع خذها قول ابغاك انت تقولها. ايش اقول؟ سلام.